اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه التغطيه المستمره معكم على شاشه اكسترا نيوز واللي هنخصصها لمتابعه اخر التطورات والمستجدات. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا على الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، شدد شكري على ضرورة وقف إطلاق نار فوري في قطاع. نؤكد على الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير، وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة، سواء من حيث إطارها السياسي، موضوع الرهائن، موضوع الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، موضوع الأمن للجميع وتحقيق الاستقرار وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وانتهاء الاحتلال، كلها هي المكونات الرئيسية التي تخرجنا من دوائر العنف المتواصلة التي يعيشها المنطقة. كما شدد شكري على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتدمير متعمد للبنية التحتية في القطاع. نتطلع أنه تعيين وتولي منسق الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2720 سوف يأتي بآليات تيسر من نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. بالتأكيد أنه المعاناة الإنسانية ل 2,300,000 فلسطيني، عمليات التهجير القسري من شمال القطاع إلى جنوبه، والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الجنوب من استهداف، من قتل للمدنيين بلغت 23,000، تلتينهم من الأطفال والنساء، أمر يتعدى أي مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني، ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لاحترام القانون الدولي الإنساني. نعمل بكل جهد على توفير المساعدات. من جانبها أشادت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بدور مصر المحوري تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدة بدور مصر في معالجة المصابين وإدخال المساعدات للقطاع. يجمعنا القلق حول المنطقة، هذا ما أكدت عليه زميلي العزيز سامح، أن يمكن يتحول هذا الصراع في المنطقة إلى صراع أكبر حيث تتسع رقعة هذا الصراع، لا نريد أن يحدث ذلك. وفي نفس الوقت نحن نتفق أيضا على أننا يجب أن نضع حد للمعاناة الإنسانية، العديد من الأبرياء في غزة يعانون، وتقوم مصر بالتحديد بدور جيد جدا وبمساع حميدة، وهذا الدور هو دور محوري. وفي هذا السياق أود أن أعرب لكم عن شكري الجزيل على هذا الدور المحوري. كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية رفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، موضحة أنه يجب الحفاظ على حقوقهم بأرضهم.
كنت بالأمس في الضفة الغربية وزرت قرية فلسطينية حيث يعيش في هذه القرية الفلسطينيين منذ أجيال طويلة، ولكنهم يتعرضون إلى الطرد وإلى التهجير من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، لأن هذا يحيي ذكرى مؤلمة في أذهان الفلسطينيين، ذكرى التهجير. ولذلك يجب أن نتفهم أن التصريحات التي تأتي من الجهة الإسرائيلية أو من المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين كيف تؤثر على الفلسطينيين. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا، نحن مصر وألمانيا سويا، من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. من جانبه أوضح شكري أن استمرار الاحتلال من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، كما شدد على ضرورة منح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. بالتأكيد أنه مباحثتنا اليوم سواء كانت الثنائية أو الموسعة ركزت حول الأوضاع في غزة، استمرار الأعمال العسكرية، الآثار الإنسانية المدمرة وعدد الضحايا من المدنيين، موضوع المساعدات الإنسانية ونفذها إلى القطاع، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأوضاع بشكل يحافظ على وحدة القطاع والضفة الغربية، والعمل على استعادة الأفاق السياسية المتصلة بحل الدولتين. استمرار الاحتلال بدون شك من الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة، ولابد من التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بأمن لجميع شعوب المنطقة، وأيضا تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف جوانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة. وهاتفيا انضم إلينا الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك معنا يا فندم إلى هذه التغطية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني أهلا بك. يعني هناك بشكل واضح للجميع أن هناك تغير في المفردات التي أصبح يستخدمها الغرب والمسؤولون الغرب في تعاملهم مع الأزمة الفلسطينية. وأخيرا النهاردة تحدثنا أو تابعنا تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، والتي قالتها بشكل صريح أنها تقولها بوضوح لن نقبل التهجير للفلسطينيين. كيف تابعت هذا التحول في هذه المواقف الأوروبية والغربية بشكل عام تجاه الوضع في قطاع غزة؟ هو طبعا زي ما حضرتك أشرت، هناك تحول جذري في الموقف من الدول الغربية تحديدا تجاه الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ضوء اللقاء الذي عقد اليوم بين وزيري خارجية مصر ووزيرة الخارجية الألمانية. هناك تركيز على ضرورة حل الدولتين باعتباره الحل الأمثل لهذه القضية التي استعصت على الحل على مدى أكثر من 75 عاما حتى الآن. الموقف الرئيسي والموقف الثابت للإدارة المصرية والقيادة المصرية كان واضحا
منذ البداية وحتى الآن ولم يتغير مطلقا. الموقف المصري ركز على ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية وطالب العالم أجمع بضرورة المساعدة على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعمل على توقف آلة الحرب الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتركيز على حل الدولتين باعتباره هو الركيزة الأساسية لحل هذا الصراع المتآزم. اليوم وزيرة الخارجية الألمانية ركزت على ما كانت تطالب به مصر وأنه مصر لن تقبل التهجير سواء من الضفة الغربية أو من غزة، وكان الرد واضحا بأن الإدارة الألمانية لن تقبل أبدا بأن يكون هذا التهجير على حساب مصر أو غيرها من الدول. وهذا الموقف الراسخ والثابت الذي عبرت عنه القيادة المصرية والدبلوماسية المصرية أكثر من مرة، أعتقد أنه هذا هو ما أدى إلى تغير المواقف الدولية والغربية تحديدا، رفض التهجير القسري للأخوة الفلسطينيين إلى جانب العمل على ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه وضرورة إيقاف العدوان ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة. لأنه يعني وزير الخارجية ركز أيضا على أن السبب في ما آلت إليه الأوضاع ويهدد استقرار المنطقة هو استمرار الاحتلال على هذا النحو، وعدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو. نعم أستاذ صلاح، يمكن في الفترة الأخيرة وجدنا يعني خفتت جدا الأصوات التي كانت تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها جراء ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن عادت اليوم وزيرة الخارجية الألمانية لتتحدث عنها مرة أخرى. ربما لمسنا نوع من الدعم الغير معلن لحق إسرائيل فيما تقوم به الآن على الأراضي من طبعا هجمات وحشية على المدنيين في قطاع غزة. هل لمست نفس ما وصل إلينا من كلمتها اليوم في المؤتمر الصحفي؟ هو طبعا ما زالت نبرة الحديث سواء من جانب وزيرة الخارجية الألمانية أو حتى وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور المنطقة حاليا، للأسف الشديد ما زالت هذه النبرة تتحدث وكأن العالم لا يشاهد ما يجري على أرض قطاع غزة من تدمير شامل للقطاع على هذا النحو، إلى جانب يعني استشهاد أكثر من 23,000 يقترب العدد الآن من 24 أو 25 إذا أضفنا الأعداد الموجودة تحت المباني المنهارة أو المدمرة، فضلا عن أكثر من 55,000 مصاب. إصابات معظم هذه الإصابات والقتل في صفوف الأطفال والنساء، أكثر من 80% من حجم القتلى هم من الأطفال والنساء. فأعتقد أن العالم يشاهد وتنقل الفضائيات على مدار الساعة ما يجري في قطاع غزة، رغم تباين الآلة الحربية الإسرائيلية وما تمتلكه من أدوات للقتل، لكن يعني ما زالت هناك بعض الدول للأسف الشديد تردد هذه النبرة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وزير الخارجية من جهتي أشار إلى جزئية مهمة من وجهة نظري، وهي أن الاحتلال هو السبب الرئيسي فيما آلت إليه أوضاع عدم الاستقرار في المنطقة، والأمر الذي يهدد بتصاعد الأحداث إلى آفاق أكثر أو إلى أطراف أخرى في المنطقة، الأمر الذي بالفعل يهدد استقرار هذه المنطقة. ما شاهدناه على مدى يعني نقترب من 4 أشهر أكثر من 95 يوما هي عمر الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما زالت آلة الحرب الإسرائيلية مستمرة على الرغم من التباين الواضح في مقدرات كل من إسرائيل ومجموعة من المقاتلين أو عناصر المقاومة في الجانب الفلسطيني. أعتقد أنه يعني الحديث لا يكفي الصورة التي عبرت عن هذا الدمار الهائل والدمار الشديد، والحل يكمن كما عبرت القيادة المصرية والإدارة المصرية والدبلوماسية المصرية اليوم على لسان وزير الخارجية سامح شكري، أنه الحل يكمن في ضرورة إيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، إلى جانب ضرورة إقامة حل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على كافة
حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. نعم. وهذا المطلب هو مطلب القاهرة ما زال، وهو المطلب الأساسي الذي يجب أن تبنى عليه العلاقات فيما بعد. والأهم من ذلك أن هذا المطلب وإن خفت فترة طويلة على مدار سنوات سابقة وربما نسي تماما في من ذهن المجتمع الدولي، ولكن عادت مصر لتعود إلى الصدارة مرة أخرى وتجعل كل الأطراف الدولية هي التي تطالب بحل الدولتين. أيضا من التصريحات الهامة التي جاءت على لسان وزيرة الخارجية الألمانية اليوم أنها تحدثت إلى المحتجزات التي أفرج عنهن في إسرائيل، وتحدثت أنهم تعرضوا لربما أعمال عنف أو اغتصاب وما إلى ذلك، على الرغم من إحنا جميعا العالم كله تابع على الشاشات من أن المحتجزات كانوا يعني لم يتعرضن لأي اعتداءات ربما خلال فترة احتجازهم. يعني هذا التناقض في الأقوال، يعني كيف وصل إلى وزيرة الخارجية الألمانية أن هذا ما حدث لهم على لسان المحتجزات؟ هو للأسف الشديد هي أشارت إلى هذا على الرغم من التصريحات التي جاءت على لسان الأسيرات نفسهم عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها، يعني التي ناقضت الرواية الإسرائيلية في بداية أحداث 7 أكتوبر. التصريحات التي صدرت عن الأسيرات الإسرائيليات الذين أفرج عنهن أعتقد أنها جاءت مناقضة تماما لتصريحات الوزيرة الألمانية اليوم، وهذا يناقض ويدحض الفكرة التي حاولت آلة الدعاية الإسرائيلية تصدرها في بداية الأحداث عبر الكثير من الافتراءات والكثير من الأكاذيب التي عبر عنها بالفعل كما أشرت حضرتك الأسيرات بتصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وبعد ذلك منعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الوصول إلى هؤلاء خشية أن تتغير الصورة داخل المجتمع الإسرائيلي، وهي تغيرت بالفعل لأنه العالم كله شاهد أنه المعاملة كانت طبعا يصافح مغتصب من اغتصبه، يعني أكيد ده بيكون شيء بعيد تماما عن المنطق، وده يمكن إحنا شفناه على الشاشات كلها. بالضبط يعني نعم. إحنا شفنا وشاهدنا والعالم كله شاهد أنه يعني كانت الإشادة من جانب الأسيرات أنفسهن، يعني بالمعاملة التي عمل بها من جانب، وكانت المقاومة الفلسطينية حريصة على أن تصدر صورة مغايرة لتلك التي حاولت آلة الدعاية الإسرائيلية في بداية هذه الأحداث تصدرها تحديدا إلى الدول الغربية التي تساند إسرائيل، الأمر الذي ناقض بالفعل الرواية الإسرائيلية التي حاولت أن تصدر صورة مغايرة، وبالفعل نجحت خلال الأيام الأولى لهذه الاعتداءات في تصدير هذه الصورة، وصدقها حتى البيت الأبيض أصدر بعد ذلك بيانا. نعم. يعني عبر فيه عن رفضه. نعم. بالضبط عبر فيه عن رفضه لهذه الصورة، وأنه بالفعل يعني هذه الصورة كانت صورة غير حقيقية، واعتقد ان وسائل الاعلام الامريكية عبرت عن ذلك عدة مرات، فانا بستغرب يعني التصريحات الوزيرة الالمانية وهي وزيرة مسؤولة في الحكومة الامريكية، يعني الحكومة الالمانية عندما تصدر مثل هذا التصريح الذي يتناقض عن ما قيل وما ردده الاعلام الدولي عبر الكثير من ادواته باعتراف الاسيرات انفسهن، وكأن المراد ان نصدق صورة مغلوطة وان يصدق العالم صورة غير حقيقية تتوافق مع الرواية الإسرائيلية، وثبت للعالم أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في الحرب الدعائية والحرب الإعلانية التي حاولت من خلالها تصدير صورة للصراع على غير حقيقته. الأمر أصبح الآن على مرأى ومسمع من العالم كله، هناك دمار شامل لقطاع غزة، هناك قتل ممنهج للمدنيين، هناك تدمير للأطفال والنساء تحديدا، قصف للمستشفيات، قصف لدور العبادة سواء الكنائس أو المساجد، قصف للمساكن على رؤوس ساكنيها. أعتقد أن هذه الصورة وصلت للعالم، والعالم المظاهرات التي نشاهدها حتى معارضة البعض بالأمس كما شاهدنا جميعا عندما كان يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجدنا أن هناك معارضة شديدة من جانب البعض والمطالبة بإيقاف العدوان على قطاع غزة، هناك مظاهرات في معظم العواصم الغربية، فآلة الحرب آلة الدعاية الإسرائيلية للأسف الشديد يعني حاولت تصدير صورة غير حقيقية ولم تنجح فيها بدليل تغير المواقف الدولية، واعتقد أن العالم الآن بات يدرك تماما
أن ما تصدره إسرائيل هي صورة مغلوطة لهذا الصراع، وأن الحل يكمن في ضرورة العودة إلى إقامة الدولة الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم على أرضهم. الوزيرة الألمانية أكدت على هذا المعنى اليوم وأشارت إلى أن قطاع غزة مملوك للفلسطينيين، وده برضو كان تصريح هام جدا. نعم، ولا يجوز الحديث عن تهجير قسري من يعني للمواطنين من أراضيهم، لأنه اعترافها بأن هذه أراضي فلسطينية هو اعتراف يعني جاء في توقيت مهم. وتزامن هذا تزامنت هذه الجملة مع كلمة مهمة جدا، المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين، يعني دي كانت في نفس الجملة تقريبا أو في نفس السياق. بالضبط، لأنه هي تحدثت عن تعرض المستوطنين للفلسطينيين ومحاولتهم طردهم من أراضيهم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية تحديدا. هناك عنف ممنهج من جانب المستوطنين، بدليل أنه فرنسا تحديدا يعني اعترضت على العنف الممنهج للمستوطنين وطلبت إسرائيل بكف المستوطنين عن يعني العنف ضد الفلسطينيين الموجودين في أراضيهم. فاعتراف الوزيرة الألمانية يأتي في توقيت مهم للغاية بضرورة أن يحصل الفلسطينيون على كافة حقوقهم، وضرورة أن يكون هناك للشرعية الدولية دور في هذا الأمر، وأن يكون لمجلس الأمن والأمم المتحدة دور مهم في ضرورة مراقبة هذا حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات مجددا. ومحكمة العدل الدولية ستناقش يوم الخميس المقبل الدعوة من جنوب أفريقيا بضرورة وقف هذه الاعتداءات على قطاع غزة و إلزام إسرائيل بأن توقف هذه الاعتداءات. نعم أستاذ صلاح، يمكن المعتاد في زيارات المسؤولين الغربيين المعنيين بالتأثير على إسرائيل أنها بتكون في البداية بتبدأ بالدول المحيطة بالأزمة، ثم تتجه أو تختتم مع إسرائيل من باب أنها ممكن تحمل معها رسائل مهمة من هذه الأطراف إلى إسرائيل والتأثير عليها، ولكن هذه المرة وجدنا العكس. يعني هل من الطبيعي أن يتم نقل سواء مطالبات أو آراء أو وجهة نظر الأطراف المعنية أو المتأثرة بهذه الأزمة إلى إسرائيل ومحاولات الضغط عليها؟ لماذا سير هذه الجولة هذه المرة اختلف؟ هو طبعا هناك نقطة مهمة في هذا الموضوع، أهمها أنه اعتراف العالم كله بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذه المنطقة. مصر ركيزة أساسية من ركائز المنطقة باعتراف المجتمع الدولي بأسره، وأنه النهاردة هي تحدثت عن ذلك بشكل واضح وشكل صريح، لأنه ثبت أن الرؤية المصرية كانت هي الأصوب وهي الأدق. فاعتراف العالم كله بأنه يعني مثل هذه الجولة أن تبدأ من القاهرة، أعتقد أنه أيضا دليل، ونحن لا نحتاج إلى دليل، لكن هو مؤشر على اعتراف العالم بدليل أنه الرؤية المصرية هي التي ثبت جدواها، وثبت إنه الرؤية كانت واضحة وكانت حقيقية وكانت معبرة عن مشاكل المنطقة والتحديات التي تواجه المنطقة. عندما تتحدث القاهرة يجب أن يستمع العالم، يعني عندما تحدثت القيادة المصرية عن ضرورة الحل العادل والحل الجذري لهذا الصراع، كان الحديث منذ بداية هذه الأزمة عن حل الدولتين، والقاهرة أصرت على هذا المنهج وهذا المنحى. القاهرة رفضت تماما أن يكون هناك تصفية للقضية الفلسطينية. نعم. رفضت أيضا أن يكون هناك تهجيرا قسريا للفلسطينيين من أراضيهم. فأعتقد أن هذه الرؤية هي التي يتحدث عنها العالم الآن، وهي التي نطالب بها ويطالب بها العالم، لأنه هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار وأمن هذه المنطقة، حتى لا ينفلت الأمر من عقاله وحتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك ويصعب السيطرة عليها. فأعتقد أن وجهة النظر المصرية ثبت جوهريتها وثبت أنها هي الرؤية الأساسية لحل هذا الصراع. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضغط بكل السبل اللا إنسانية على الشعب الفلسطيني لتنفيذ مخططها الخبيث للتهجير، تتزايد يوما تلو الآخر الدعوات الدولية الرافضة بشكل قاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين. المزيد نتابعه مع الزميل كريم الخولي في العرض التالي. أهلا بحضراتكم.
منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تصاعدت إلى السطح ليس فقط أفكار ومخططات إسرائيلية، بل تصريحات علنية لمسؤولين مفادها رغبة الاحتلال في إخلاء القطاع من سكانه فيما يعرفه القانون الدولي وضوحا بالتهجير القسري، لأن ذلك قوبل بردود فعل قوية رافضة لتلك المخططات. مصر التي شاء قدرها دوما أن تكون في قلب كل قضايا الأمة العربية والمحيط الإقليمي، بادرت منذ الساعات الأولى لإظهار رفضها الواضح والثابت لمخططات تهجير الفلسطينيين من غزة، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المصري الحاسم الذي يرفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، موضحا أن ذلك يأتي حفاظا على عدم تصفية القضية. الموقف المصري تلاه وصاحبه موقف مشابه لعدد من الدول العربية والأوروبية، فضلا عن منظمات عربية وأقليمية، انتهاء بالمنظمات الأممية، والذين أعلنوا جميعهم الرفض البات لدعوات جيش الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة. الرفض العربي والإقليمي للمخطط الإسرائيلي امتدت رقعته أيضا لتشمل أطرافا دولية داعمة لإسرائيل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، والذين نددوا بدعوات التهجير القسري انطلاقا من أنها غير مقبولة وغير مجدية ولا توفر الحل ولا تجلب الأمن، عدا عن كونها محظورة في القانون الإنساني الدولي. التصريحات الإسرائيلية المتصاعدة في هذا الصدد دفعت رئاسة الفلسطينية أكثر من مرة للتعبير عن رفضها لأي محاولات مشبوهة للعمل من أجل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة ذلك بمثابة نكبة ثانية. ووفقا لإحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قدر عدد النازحين في غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بنحو 1,900,000 شخص، أو ما نسبته 85% من إجمالي السكان. وليس بالقتل المباشر وحده يدفع الاحتلال الإسرائيلي أهالي غزة الخروج من منازلهم، إذ فرض ظروفا لا إنسانية تدفعهم للهجرة، فلا طعام ولا ماء ولا دواء ولا علاج، وليس ثمة مكان آمن بحسب تصريحات أممية. كما بدأ الاحتلال في خلق ظروف واتباع سياسات تنكيلية في الضفة الغربية والقدس، بما يشير إلى أن مخطط التهجير لا يتعلق فقط بقطاع غزة. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا توضيحيا للمواقف الرافضة لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين وما يشكله ذلك من جريمة ضد الإنسانية. نشكركم على طيب المتابعة. يواصل معبر رفح البري عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة، وكذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وتؤكد مصر دوما حرصها على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية في إطار ثوابت الموقف المصري من القضية. نتابع المزيد في العرض التالي.
إذن هي جهود متواصلة بذلتها وما زالت تبذلها مصر دعما للقضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ترجمت في العديد من الإجراءات والمواقف التي اتخذتها القاهرة، وكان أبرزها خلال الفترة الماضية في إدخال المساعدات إلى أهالي القطاع واستقبال المصابين عبر معبر رفح لعلاجهم في المستشفيات المصرية. المزيد في العرض التالي مع الزميلة دارين مصطفى. أهلا بكم. في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت ولا زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية. ويتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يوما تلو الآخر ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل. موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردا على ادعاءات أو مزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني وبخاصة الأشقاء في قطاع غزة الذي يعيش عدوانا إسرائيليا غاشما وحصارا مطبقا من كل الاتجاهات. ومع ذلك لم تغلق مصر بابها أمام الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كما جددت مصر التأكيد على أن معبر رفح لا زال مفتوحا ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة. دعت مصر من يروج أو يدعي غلق المعبر إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. الدعم المصري للأشقاء في غزة ظهر جليا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتم بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير الدعم الفوري والإغاثي للأشقاء في غزة، وحشد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده وتمكن من تجهيز أول قافلة مساعدات خلال 36 ساعة فقط منذ بدء العدوان. ضمت القافلة الأولى للتحالف الوطني 95 شاحنة من المساعدات وثلاثة سيارات إسعاف كانت تضم 500 متطوع، ثم تم بعدها إطلاق القافلة الثانية لتكون جسرا إغاثيا مستمرا يتكون من عشرات الشاحنات بشكل يومي. ليس ذلك فحسب، بل خصصت مصر مطار العريش لتلقي المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة الذي ظل طويلا مغلقا نظرا لقيام قوات الاحتلال بقصف محيط المعبر من الجانب الفلسطيني وتعنت إسرائيل في الموافقة على فتح معبر رفح وتوفير ممرات آمنة لدخول قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر. كثفت مصر جهودها الدبلوماسية دوليا من أجل تسهيل عبور المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك من أجل تلقي العلاج وكذلك السماح بعبور عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة، مع حرص متواصل من قبل القيادة السياسية على استمرار عمل المعبر في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا للدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية وللأشقاء في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة. أفردت الدولة المصرية جهدا نشطا متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي، وهو إقرار تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. المزيد في العرض التالي.
وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا يا فندم إلى هذه التغطية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني تابعنا هناك زيارات كثيرة جدا من المسؤولين الغرب إلى مصر وإلى المنطقة لمتابعة آخر التطورات والاطلاع أكثر إلى الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية. كيف تابعت هذه الزيارات والتي التقى فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد كبير جدا من المسؤولين القادرين على التأثير على قوات الاحتلال أو على الإدارة الإسرائيلية؟ يعني أظن في تحول دولي ظهر من على المستوى الرسمي من الدول والحكومات، خاصة تلك التي نصرت الموقف الإسرائيلي بل وتواطأت معه. الولايات المتحدة تفد وزير خارجيتها إلى المنطقة، فالسيد بلينكين يتجول في عدة عواصم وسيزور مصر، وكان هناك تنسيق بين الرئيس محمود عباس أبو مازن والسيد الرئيس قبيل زيارة بلينكين. أنا لينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا هي أيضا من الأطراف التي ناصرت بلدها ألمانيا الموقف الإسرائيلي منذ البداية، ولكن مع استمرار هذا العنف الوحشي والممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية والمناقضة لكل قواعد القانون الدولي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي ترتكب بالفعل جريمة إبادة جماعية وثقتها دولة جنوب إفريقيا ورفعتها لمحكمة العدل الدولية التي ستبحث يوم الخميس والجمعة القادمين الملف المقدم من جنوب إفريقيا لجريمة إبادة جماعية، جريمة إبادة جماعية في هذا الوضع شديد الصعوبة. علينا أن نؤكد أن الموقف الذي قامت به دولة جنوب أفريقيا هو موقف قيم وهام، يعكس أيضا التزام المجتمع الدولي ومسعاه من أجل تقرير أوضاع القانون الدولي وحمايتها من الخروقات التي تمارسها إسرائيل. السيدة أنا لينا بيربورغ كما كانت ألمانيا منذ البداية مناصرة لإسرائيل، باتت تدرك أيضا أن الموقف شديد الخطورة على السلم والأمن الإقليمي والسلم والأمن الدولي، ومن هنا جاءت دعوتها في المؤتمر الصحفي الهام مع السيد سامح شكري لتعكس تغير وتطور في الموقف الألماني شأنه شأن الموقف الفرنسي أيضا الذي كان ممالئا وبشكل لافت لإسرائيل. هذا التحول الهام جزء رئيسي منه من الاتصالات المصرية والعربية الهامة ومن المشاهد التي نراها جميعا، وحركت الموقف الرسمي في أوروبا ليتوافق أيضا مع الموقف الشعبي، فشفنا أو رأينا جماهير في كل أنحاء العالم بما فيها باحات الكونغرس الأمريكي وشوارع المدن الأمريكية والأوروبية الكبرى تناصر الحق الفلسطيني، ولكن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة كانت في نهاية المشهد وخلفت الكثير من الضحايا بسبب هذا التردد. ونحن نرى الآن وزيرة خارجية ألمانيا تتحدث بلغة واضحة عن رفض التهجير سواء من الضفة أو من قطاع غزة وحق الفلسطينيين في الحياة على أرضهم وعدم وجود أي مبرر لطردهم من أراضيهم، وضرورة وضع حد للحرب والصراع بالمنطقة بأكملها وصولا إلى تحقيق الأمن المتبادل من خلال تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة الضفة والقطاع ومساعدتها لتحقيق أهداف الإدارة والحكم الذي يحقق الأمن، مع تأكيد أيضا على أمن إسرائيل. ونحن عندما ننشد السلام ننشده للجميع. أنا أعتقد أن السيد سامح شكري أيضا كان واضحا وصريحا في إدانته للمجتمع الدولي لعجزه عن وقف إطلاق النار، وأدان أيضا اغتيال الصحفيين، وصلنا لأكثر من 122 رفض دخول الصحفيين أيضا من الجرائم، لأنك ترتكب جريمة ولا تريد من يغطي الأحداث. 2 مليون محاصرين في الجنوب، ضرورة تلبية احتياجاتهم، رفض أي مخطط للتهجير. توافقت الرؤية المصرية كما عرضها السيد سامح شكري مع رؤية أنالينا بيربورغ وزيرة خارجية ألمانيا، مما يعكس التحول الذي حدث في الموقف الرسمي الأوروبي، مما سيقود المشهد إن شاء الله
الانفراج نأملها قريبا. وده يمكن كنت عايزة أسألك في هذا التحول في الموقف، كيف يمكن أن يترجم على أرض الواقع من ضغوط على الإدارة الإسرائيلية في تغيير موقفها؟ هل بالفعل يمكن أن نجد له ترجمة على أرض الواقع، على الرغم من إحنا شفنا على فترة على مدار الصراع كان من هم أقوى من الدول الأوروبية وتحديدا الولايات المتحدة كانت أيضا تغيرت في موقفها، ولكن لم نجد لها أي تأثير على تغير في الموقف واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ لا، المتابع للحالة الداخلية في إسرائيل سواء على المستوى الرسمي والشعبي يدرك أن هناك تحولا ناجما عن الضغط الذي تمارسه الأسرة الدولية على إسرائيل، سواء الولايات المتحدة أو الأسرة الأوروبية أو المجموعة الأوروبية. فدول أوروبا تنقل وبشكل واضح وصريح الآن إلى إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة ضرورة وقف إطلاق النار والعمل من خلال هدنة إنسانية على تبادل الأسرى. ولكن الأهم أن الداخل الإسرائيلي أيضا هناك مظاهرات واضحة من أجل السلام، وهناك مساعي حقيقية داخل الإدارة الإسرائيلية تسعى من أجل تغيير المشهد الحالي، بل وهناك اضطراب في حالة مجلس الحرب الإسرائيلي وانسحابات متوقعة. وأظن أن خروج نتنياهو من دائرة الحكم أمر هام وضروري في المرحلة القادمة التي نأمل فيها أن يكون الخيار نحو السلام أولا. نعم، ولكن سعادة السفيرة إنما عندما نتحدث عن تغير في الموقف الدولي والأسرة الدولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة وعدم أو رفع يدها عن ما تقوم به إسرائيل، على الأقل تقوم هذه الدول بسحب قواتها التي أرسلتها في بداية العدوان، سحب يعني تابعنا أن الولايات المتحدة أرسلت الكثير من القوات، هناك بعض الدول الغربية أيضا أرسلت عدد من قواتها لمشاركة القوات الإسرائيلية في عملياتها في قطاع غزة. يعني لماذا لم تترجم هذا التحول أو يترجم هذا التحول إلى أفعال بسحب هذه القوات ورفع يدها عن ما تقوم به إسرائيل؟ موضوع وجود القوات الدولية أو الأمريكية تحديدا والأوروبية هو كان لمنع انتشار الحرب خشية أن تتورط دول أخرى أو تندمج في مواجهة مع إسرائيل، وهذا المشهد قابل للتغيير الآن، فلم يعد هناك مبررا لاستمرار الحرب. ومجرد بمجرد الوصول لإطار السلام ستغادر هذه القوات، أما وجودها الحالي فهو كان كما أشيع لمنع انتشار دائرة الحرب. نعم، حضرتك ذكرت أنه كما أشيع، ولكن على أرض الواقع هناك مشاركة من عدد من وكان معلن، يعني هذا ليس أمرا خفيا، يعني كان معلن أن هذه القوات تشارك في تحديد الأهداف مع القوات الإسرائيلية لاستهداف العناصر بعينها، وأيضا هناك دعم بلوجستي كبير من الولايات المتحدة للقوات الإسرائيلية. يعني لماذا لم تبيض الولايات المتحدة يدها مما تقوم به إسرائيل في غزة على الأقل أمام المجتمع الشعوب الدولية؟ أنا متفق معك تماما، الولايات المتحدة هي جزء لا يتجزأ مما حدث، وهي مساند رئيسي ليس فقط بكل ما ذكرتيه ولكن بمده بجسر جوي لإسرائيل، ما أدى إلى إطالة أمد النزاع وسقوط نحو 23,000 شهيد حتى الآن. فالولايات المتحدة بكل تأكيد مدعوة خلال زيارة بلينكن لتعديل مواقفها بالإضافة للإسناد الدبلوماسي في مجلس الأمن وغيرها من مشاهد التواطؤ، إن كنا أو إذا اخترنا التعبير الأسلم مع المشهد الإسرائيلي أو مع الموقف الإسرائيلي. الآن أعتقد أن هناك تغيرات دولية وفي داخل الإدارة الأمريكية، حيث يعني هبطت شعبية بايدن، والذي أرى أن طوق النجاة الوحيد ليس فقط في وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن قبل أن يمر بعامه الانتخابي، وهو أن يسعى للتوصل لحل يضع ضمن القامات التاريخية، كما كان الرئيس كارتر هو العامل المساعد في الوصول لاتفاق السلام المصري الإسرائيلي، أن يتحرك بايدن من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وهنا يمكن أن يفوز بحملته الانتخابية، وغير ذلك سيعرضه لخسارة. وده ياخدنا يا فندم لسؤال آخر مهم جدا، هل ستتغلب مصلحة بايدن الشخصية في فوزه بالانتخابات القادمة أو عدم تدهور شعبيته أمام قوة اللوبي الصهيوني داخل الكونغرس الأمريكي ودائرة اتخاذ القرار الأمريكية؟
أيوة، اللوبي الصهيوني هي قوة ضاغطة، ولكن من يحكم في الولايات المتحدة هي الإدارة الأمريكية ومؤسساتها العميقة. اللوبي الصهيوني هو يؤثر ولكن لا يصنع قرار، من يصنع قرار هي المؤسسة الأمريكية التي اختارت الانحياز لإسرائيل. إسرائيل هي دولة وظيفية تحقق أدوار استراتيجيات الولايات المتحدة، فعلينا أن نكون في منتهى الدقة عند تحليل المشهد داخل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتعرض فيها عملية صنع القرار لدوائر ضاغطة، كانت صينية أو يونانية أو صهيونية، كل هذه دوائر لها تأثيرها ولها تأثير فاعل على الإدارة الأمريكية، لكن من يأخذ القرار ومن يساهم في المشاركة دعما لحكومة نتنياهو هي الإدارة الأمريكية، وبالتالي هو يعلم تماما أن الصوت الصهيوني أو الصوت الإسرائيلي أو اليهودي هام جدا لنجاح حملته الانتخابية، ولكنه الآن يدرك أن التصاقه بنتنياهو وإسرائيل وتلك الممارسات الكارثية قادت إلى انخفاض شعبيته وتهدده بعدم النجاح في الحملة الرئاسية القادمة أمام منافسيه. طيب، عودة مرة أخرى لتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية اليوم، والتي تحدثت عن فكرة ضرورة فتح معابر أخرى إسرائيلية لدخول المساعدات حتى تكفي طبعا العدد الكبير المتواجد في قطاع غزة والذي يحتاج المزيد من المساعدات. كيف يمكن للسفيرة الألمانية أنها تؤثر على إسرائيل في هذا الشأن؟ طبعا ألمانيا لها صلات وثيقة بإسرائيل وترتبط معها بتاريخ معروف للجميع، وبالتالي عندما تصل ألمانيا للحديث في هذا المنحى رفض التهجير، دخول المساعدات هو مساهمة في رفض التهجير، لأن دخول المساعدات هو تثبيت للبشر على الأرض ودعم تمركزاتهم شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. غير ذلك ستكون الضغوط التي تفرضها إسرائيل وتدركها الولايات المتحدة وألمانيا والأسرة الدولية هي لقيادة المشهد لتحقيق التهجير القسري وحتى التهجير الطوعي الذي يتحدثون بها جريمة أخرى من جرائم الحرب، أرى أن المجتمع الدولي لن يقبل بها. من هنا دخول المساعدات هو أحد أدوات رفض التهجير، كان قسريا أو طوعيا، من خلال إتاحة الفرصة لشعب فلسطين كي يعيش على أرضه. نعم، كما ذكرت السيدة بيلبورغ. نعم، سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. خطوات فعلية اتخذتها مصر على المستويين الدبلوماسي والإنساني في مسعى لخفض التصعيد والعنف بقطاع غزة وحماية أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية. للمزيد عن الجهود المصرية في هذا الشأن نتابعه في العرض التالي مع الزميلة دانا مدحت. أهلا بكم. الموقف المصري دائما من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ورؤيتها واضحة وقائمة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها وحماية المدنيين وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الموقف المصري ظهر جليا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ومع استمرار العمليات وتهديد استقرار المنطقة. كان هناك تأكيد رئاسي من القيادة المصرية للحفاظ على أمن ومقدرات الدول العربية ودعم كل المدنيين، وذلك باتخاذ خطوات فعالية على المستويين الإنساني والدبلوماسي. فعلى المستوى الإنساني، وجه الرئيس السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة لقطاع غزة. هذا وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة بإطلاق قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها. أما مؤسسة حياة كريمة فدشنت مبادرة كتف بكتف لجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين، وقيام الحملة الرسمية المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بالتبرع بالدم لصالح الضحايا من الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك رفض مصر إجلاء أي رعاية أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح
إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية. وضمن الجهود المصرية على المستوى الإنساني يأتي فتح معبر رفح الحدودية، حيث أعلنت مصر عدم إغلاق المعبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم استهداف المعبر من الجانب الفلسطيني حتى يتم إيصال المساعدات بشكل سليم. مصر حددت كذلك مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة، تمهيدا لتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل على المدنيين. فاستقبلت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية، ولاقى الموقف المصري إشادات دولية عدة. وفي سياق الجهود السياسية، فقد جاءت التحركات الدبلوماسية في ضوء النظر إلى مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة، وبما يتوافق مع رؤيتها الواضحة تجاه القضية الفلسطينية، حيث حضرت مصر من عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي يدعو إليها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القواعد القانون الدولي ومنع تصفية القضية الفلسطينية. أما على المستوى السياسي كذلك، فجاء الرفض المصري لهذا التصعيد في قطاع غزة، ومطالبة بضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف والتهديد بالهجوم البري والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومؤكدة مسؤولية مجلس الأمن والدول الفاعلة لمنع التصعيد والدعوة إلى التهدئة. وضمن الجهود الدبلوماسية، اتصالات مكثفة للقيادة السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت تنسيقات ثنائية ما بين مصر والدول العربية من خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالات عديدة من القادة العرب من أجل دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والعنف. وعلى المستوى الدولي، اتصالات عدة كذلك تلقاها السيد الرئيس من الأمين العام للأمم المتحدة والقادة الأوروبيين لتجنب توسيع دائرة الصراع وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية ومنع التوتر، وأيضا التباحث حول الجهود المطلوبة دوليا وإقليميا من أجل احتواء الموقف في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، ما كان هذا عرضا للتحركات المصرية التي لا تتوقف لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والعنف في قطاع غزة، في ضوء النظر إلى مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة. بشكر حضراتكم طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي، أنا مروة تملي، وإلى اللقاء. We'll be right back.